من جانبه أكد الإعلامي والكاتب الصحفي فيصل الشيخ أن هناك العديد من القيود التي تتنافى مع حقوق الإنسان والحريات في قطر، وسعت قناة الجزيرة القطرية أن تتهم بها البحرين، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم تطرق قناة الجزيرة لما تعانيه المرأة القطرية. مملكة البحرين مملكة ذات نهج إنساني راقي منبثق ذلك من جلالة الملك حفظه الله، هو ملك للإنسانية والتعايش والسلام، وكلنا نفخر بملكنا الله يحفظه. والبحرين لا تتدخل في شؤون أحد ولا يعني تثير قضايا بهدف تأليب الأمن القومي لدى دول شقيقة أو دول صديقة، لكن للأسف ما يحصل في قطر من قبل النظام القطري ومن قبل الجزيرة فيما يخص البحرين يفرض علينا عملية الرد وعملية الدفاع عن بلادنا ضد هذه المغالطات. بالتالي حينما يتم استهداف البحرين في الملف النسائي وملف الحريات وملف الإنجازات النسائية، نحن فقط نقول من يريد أن ينظر على البحرين يجب أن يكون هو في وضعه الداخلي وشأنه الداخلي في الموضوع المثار أن يكون أفضل منها بمراحل، لكن للأسف نحن لا نحتاج لأن نبحث كثيراً، فقط مجرد البحث على مواقع الانترنت ستجدون تقارير لمنظمات حقوقية، تقارير لمنظمات دولية تتحدث عن وضع المرأة في قطر، تتحدث عن المعاناة. يكفي فقط البحث عن نوف المعاضيد كمثال، ناشطة قطرية هربت إلى لندن واستضافتها كثير من القنوات وكشفت الكثير من الأمور التي تعاني منها المرأة في قطر، من ضمنها ولاية الرجل وعدم تطبيق ما ينص عليه الدستور وعملية الإغلاق على المرأة بحيث أنها لا تستطيع أن تعمل إلا بوري، لا تستطيع أن تسافر إلا بوصاية، كثير من الأمور ومن القيود التي تتنافى مع حقوق الإنسان والحريات والتي سعت قناة الجزيرة أن تتهم بها البحرين، رغم أن البحرين متقدمة في هذا الجانب على أعلى نطاق وعلى أعلى مستوى.